السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله بنكمل لكم المحاضرة اللي تتبع درس القلب or the heart. معانا unit 6 self test، طبعا هنا اختبار ذاتي، طبعا احنا نركز عليه الآن لأنه مهم جدا داخل بالامتحان إن شاء الله. From the list on the right، من القائمة التي على يمينك، select the correct meaning for each of the following often used medical terms. من هذه القائمة اللي على اليمين سنقوم بقراءة المصطلح الطبي بشكل كامل، ثم نختار ما يناسبه أو ما يتوافق معه من ناحية المعنى على اليسار. Put the letter in the space provided. الآن سوف أعطيكم فقط الحلول بشكل سريع كتأكيد لكم. Number one، معنا J lithotripsy. One J crushing of a calculus، سحق الحصوة أو الستون، تفتيت الحصى. طيب number two، بيكون معنا thrombosis. N بتكون معنا N، نكتبها سريع فقط، نكتب الحروف. Number three G. طيب number 4 I، number 5 Q، number 6 A، number 7 K، number 8 L، number 9 F، number 10 B، number 11 O، 12 E، 13 P، 14 D، 15 M. الآن معاكم الحل إن شاء الله، الحل الصحيح للتمرين. بيأتي إن شاء الله بنفس الطريقة في الامتحان، يا أما توصيل أو اختيارات. ننتقل الآن إلى الصفحة الثانية أو part 2، كذلك هذه الصفحة مهمة. هنا نبدأ بشكل عكسي، الآن نعطيكم المعنى ونطلب منكم المصطلح الطبي. الحل موجود معاكم في نهاية، طبعا نهاية الملحق الصغير الانسرز موجود معاكم في بارت 1 وبارت 2. معانا مثلا مثال rupture or bursting a part of the urinary bladder. rupture يعني تمزق، bursting a part انقسام جزئي of the urinary bladder المثانة البولية. ما هو المصطلح الطبي المناسب لهذا المعنى؟ طبعا معاكم الإجابات في أسفل الصفحة، ممكن التأكد منها. بعد ذلك معانا مثلا كلمة، معانا مثلا كلمة abnormally intense feeling or sensation، حالة غير طبيعية من شدة الشعور أو الإحساس، يعني زيادة في الإحساس عكس التخدير. ما هو المصطلح الطبي المناسب لهذا المعنى؟ طيب في رقم 3 foreign particle clogging a blood vessel، شيء غريب يسد مجرى الوعاء الدموي أو يسد الوعاء الدموي، ما هو المصطلح الطبي؟ وهنا كمساعدة أعطاك كلمة ism نهاية المصطلح الطبي. بعد ذلك معنا رقم 4 rupture or bursting a part of the heart، تمزق أو انقسام جزئي في القلب، ما هو المصطلح الطبي المناسب لهذا المعنى؟ number 5 abnormally large head، ما هو المصطلح الطبي الذي يعني abnormally large head؟ رأس كبير وبشكل غير طبيعي. رقم 6 inflammation of many nerves، التهاب متعد أو في عدة أعصاب. inflammation أخذنا كلمة inflammation من قبل، many عديد nerves أعصاب. رقم 7 pain along the course of a nerve، pain along ألم على طول العصب. الآن انتهينا من درس القلب بشكل كامل، الأجزاء المهمة بارت 1 وبارت 2، ومعانا الملحق في نهاية
الملزمة، طبعا هذه الأجزاء مهمة جدا. وننتقل الآن إلى الدرس تبع اليوم إن شاء الله، الوحدة السابعة، ونستعرض لكم الآن أهم التفاصيل المرتبطة في الوحدة السابعة والمهمة لكم دراستها. في الوحدة السابعة سوف نتعرف على أهم الكلمات الطبية أو المصطلحات الطبية المرتبطة بالأعراض أو العلامات المرضية، الدايغنوسيس، التشخيص والعلاجات والتواصل، وبعض المحددات والإحصائيات. نأخذ كلمة symptoms، الآن ندخل بالعنوان، العنوان طويل طبعا. symptoms يعني أعراض، أعراض طبعا أعراض المرض. diagnosis كلمات طبية مرتبطة بالتشخيص. treatments العلاج أو المعالجات. communication التواصل. qualifiers محددات. statistics إحصائيات. طبعا نأخذ المقدمة للدرس. in this unit في هذه الوحدة you will learn سوف تتعلم many terms العديد من العبارات related to مرتبطة بساينس and symptoms بالعلامات والأعراض، كلمات طبية مرتبطة بالأعراض والعلامات، كذلك diagnosis بالتشخيص، treatments بالعلاجات، and statistics والإحصائيات. some words بعض الكلمات will be familiar، بعض الكلمات ستكون معروفة أو سبق أنك درستها من قبل، but you will use them in new ways، ولكن أنت ستقوم باستخدامها بطرق جديدة. نبدأ أولا باستعراض الكلمات، كلمات science العلامات. أول كلمة atrophy، atrophy سبق وأخذناها، atrophy يعني ضمور. طبعا في هذه الوحدة إن شاء الله سيكون مطلوب منكم مذاكرة ودراسة فقط الصفحة الأولى وما سأحدده لكم فقط. أتروفي ضمور، إيديما تورم واسع في الرجلين والجذع بسبب احتباس السوائل. في هذه الحالة نطلق على هذه الحالة المرضية كعلامة من العلامات نسميها إيديما. بعد ذلك ننتقل إلى كلمة هايبرتروفي، هايبرتروفي أخذنا كلمة أتروفي قبل شوية، أتروفي يعني ضمور، تروفي أخذناها في الوحدة الأولى في كتاب المصطلحات الطبية تعني development تطوير أو تطور. أتروفي بدون تطور يعني عكسه ضمور. الآن نأخذ كلمة هايبرتروفي، الآن اختلف معانا الكلمة أتروفي عن هايبرتروفي بالمصطلح الطبي أو البريفكس الذي أتى في بداية المصطلح الطبي من الأ انتقل معانا أو تغير إلى كلمة هايبر، هايبر يعني زيادة، زيادة في التطور، هنا عكس كلمة أتروفي عكس هايبرتروفي، ضمور أو تطور زائد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كلمة بلس يعني نبض القلب. طيب كلمة respiration تنفس أو نفس، مرتبط طبعا بالجهاز التنفسي الرئوي. temperature حرارة، طبعا هذه الكلمات كلها نأخذها كعلامات مؤشرة لظهور بعض الأمراض التي تكون مشهورة بوجود هذه العلامات. الآن ننتقل إلى qualifiers أو المحددات، هذه الكلمات مهمة لتحديد بعض أو إعطاء معلومات عن بعض الأمراض. مثلا نأخذ كلمة acute حاد، مثلا نوصف السرطان بأنه acute بأنه حاد أو شديد الخطورة ونسميه acute أو قاتل. central تعني مركزي، central مركزي. chronic تعني مزمن، مثلا مرض السكري يعد من الأمراض المزمنة أو مرض ضغط الدم يعيش مع الإنسان حتى وفاته،
فنسميه أو نصفه بأنه chronic مزمن. generalized عام، generalized يعني عام. نأخذ هذه الكلمات كصفات طبعا. localized متموضع في مكان معين، أو مثلا نقول إنه مثلا هذا الورم موجود في منطقة معينة في الجسم. paroxysmal يعني انفعال مفاجئ، أو أن الشخص يصاب بنوبة فجائية شديدة. peripheral محيطي أو خارجي أو سطحي. طبعا أعطيكم الآن الكلمة ومعناها. طيب ننتقل إلى word parts، أجزاء الكلمة إذا كانت root أو prefix أو suffix. طبعا هنا معانا أكثرهم أو الغالبيتهم roots، ومعنا كلمة واحدة فقط اللي هي الأولى anti، تعني against ضد. هذه نعتبرها prefix لأنه معنا الشرطة أتت في نهاية الكلمة. chloro green، chloro green يعني لون أخضر. طبعا الكلمة هذه نعتبرها root أو combining form لأنه أتت معنا root زائد vowel أو حرف الأو. erythro يعني red. الآن هذه أهم الألوان أو أسماء الألوان باللغة، طبعا اللغة الطبية أو اليونانية. ميلانو بلاك أسود. بريترو يعني فيفر الحمى، كلمة جديدة للحمى. زانثو يلو أصفر. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الدرس. symptoms الأعراض، الكلمات الشهيرة في جزء الأعراض. أنوركسيا يعني فقدان الشهية، فقدان الشهية. ديسبينيا تعني، ديسبينيا أخذنا كلمة بينيا من قبل يعني breathing، والأ تعني abnormal condition of، أخذناها وكذلك قلنا إنها noun ending. وأخذنا this بأنها painful or difficult or bad، فلما نترجم الكلمة بشكل كامل نقول إنه سوء أو صعوبة في التنفس dyspnea. malaise تعني انزعاج أو توعك أو ضيق. nausea تعني غثيان. tinnitus طنين، طنين طبعا بعض الأعراض إذا مثلا إنسان يعاني من مشكلة في الأذن قد يحس به أو يسمع طنين في داخل الأذن، يطلق على هذا المصطلح الطبي tinnitus. طيب vertigo يعني دوار. طيب ننتقل الآن إلى treatments، العلاجات أو الكلمات المهمة في الجزء الخاص بالمعالجة. الكلمات المهمة مثل active تعني فعال أو فوري أو نشط active. palliative يعني مخفف للألم مثل البنادول، مثلا العلاجات اللي تستخدم لتخفيف الحمى مثلا أو تخفيف الصداع. طيب provilatic نطلق عليه المصطلح أو يعني عقار وقائي من الأمراض، يعني بعض العقارات اللي نستخدمها للوقاية من بعض الأمراض. systemic شامل لجميع أجزاء الجسم. ننتقل إلى الجزء قبل الأخير diagnosis التشخيص. ثلاث كلمات مهمة جدا لازم على طالب الطب إنه يكون يعرفها مرتبطة بالتشخيص. برودروم بادرة أو عارض يشير إلى بداية المرض، يعني علامات أو سوابق تمهد لظهور المرض، نطلق على المعنى برودروم. بروغنيسيس بيفور دايغنوسيس، في معانا مرحلة التشخيص النهائي وفي معانا ما قبل التشخيص. برو يعني بيفور، برو بوش بيفور.
before diagnosis. هذه الكلمة تعني الإنذار، التنبؤ، التخمين، عندما يقوم الطبيب بالتخمين أو التنبؤ بالحالة قبل التشخيص النهائي. سيندروم، سين أخذنا معنا كلمة سين يعني together معا، دروم يعني أعراض تظهر مع بعضها البعض وتسمى. كلمة سيندروم يعني متلازمة، مثلا أعراض المرض تظل لوقت طويل من الزمن نسميها متلازمة أو تزامن أعراض المرض، ظهور بعض الأعراض بنفس الوقت مؤشر لمرض معين مثلا. statistics في الأخير نأتي إلى كلمة statistics يعني الإحصائيات، معنا كلمتان مهمتان فقط. morbidity يعني نسبة انتشار المرض، morbidity نسبة انتشار المرض. mortality معدل الوفيات أو الموت الجماعي، طبعا هذه الكلمة الإحصائيات يستخدمها المنظمات، تستخدمها بعض الدول بعض الحكومات لمعرفة كم نسبة الوفيات في مثلا في الدولة أو في المدينة بسبب مرض معين، أو كم نسبة انتشار المرض بين المواطنين، فنطلق عليها كلمة morbidity and mortality. طبعا هذه الصفحة هي المهمة لكم. كذلك في معانا هنا كلمة be sure to complete the unit 6 review sheet before continuing. طبعا هنا معانا في النهاية نتأكد من مراجعة الوحدة السادسة. طبعا هناك تنبيه لكم أن الصفحات الأخيرة في الكتاب مهمة جدا كتذكير، قبل أن تدخل بأي صفحة لازم أنك تركز على الصفحات الأخيرة في الكتاب كمراجعة لك، review or revision. طيب ننتقل الآن إلى الصفحة الثانية. طبعا هذه الصفحة ما بدخلش منها أي شيء لأنها تعتبر يعني بتكون كثيفة عليكم جدا، اكتفي فقط بما قلت لكم في الصفحة السابعة، في بداية الصفحة السابعة فقط، الثانية بتكون محذوفة. في معانا فقط self test، معانا unit في unit 6 sorry unit 7 self test أو صفحة 35، هذه بنعتبرها أنها مهمة. معانا الإجابات diagnosis 1 C، معانا 2 systemic A، 3 morbidity، الكلمات اللي أخذناها كامل وما يقابلها من المعنى، معانا C number 2 A، معانا number 3 E، number 4 G، number 5 D، number 6 I، ونمبر 7 كي، ونمبر 8 ال، ونمبر 9 بي، ونمبر 10 ام، نمبر 11 ان، ونمبر 12 اف، نمبر 13 او، ونمبر 14 H، ونمبر 15 J، اللي هي كلمة أتروفي. هذه الكلمات طبعا مهمة جدا كتوصيل matching أو choose the best answer أو اختيارات كمذاكرة. الجزء الثاني أو part 2 كذلك مهم، هي نفسها ولكن بشكل عكسي. الآن نبدأ بالمعنى الطبي وما يقابله بالمصطلح الطبي، يعني هنا في الفراغات بنكتب المصطلحات الطبية ونبدأ أولا نقرأ الكلمات الموجودة في البداية، مثلا ringing in the ear، رنين أو طنين في الأذن، ما هي الكلمة المرادفة؟ tinnitus أخذناها من قبل. وبهذه الطريقة معانا من 1 إلى 15.
الكلمات موجودة كإجابات في نهاية اليونت بارت 1 وبارت 2 كتأكيد لكم. طبعا هذه الأشياء المهمة. كذلك المهم عندنا في كما قلنا في نهاية الملزمة أو نهاية الكتاب معانا يونت 7 الوحدة السابعة ريفيو شيت. نبدأ الآن في مراجعة الوحدة السابعة. طبعا هذا الجزء نحدد لكم كجزء مهم داخل في الامتحان. كلمة إديما مثلا، كلمة كرونيك سيندروم، بروغنيسيس، أكيوت وغيرها. طبعا هذه الكلمات كلها مطلوب منك إنك أمامك في الجهة اليمنى المصطلح الطبي وفي الجهة اليسرى المعنى. طبعا كمذاكرة أقوم بإلصاق ورقة في الجانب الأيسر إخفاء المعلومات وكتابة المعلومات في الفراغات. بعد الانتهاء قم بإزالة الورقة والتأكد من إجابتي. تمام، ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الأخير في معانا كذلك هنا في معانا بارت 2. نبدأ بالمعنى meaning. مثلا نأخذ كلمة symptoms occur together، أعراض تحدث معا، مثلا كأمثلة، لأنه قراءة كل الأمثلة طبعا بيطول وقت الفيديو. symptoms occur together يعني متلازمة. syndrome أخذنا كلمة sin تعني together، تروم يعني تلازم لظهور بعض الأمراض معا، بعض الأعراض، أعراض لمرض معين مع بعضها البعض together. symptoms occur together، أعراض تظهر مع بعضها البعض في وقت واحد. طيب prediction of course and outcome of disease. prediction تعني طبعا التنبؤ بحدوث شيء معين أو بداية ظهور مرض. هذه كانت طبعا كلمات prognosis. طبعا الآن الكلمات ومعانيها، لأن نحن أخذنا في بداية الوحدة السابعة الكلمات ومعانيها طبعا باللغة العربية فقط. الآن معانا الكلمات وما يرادفها باللغة الإنجليزية. طبعا نحن مطلوب مننا أن نحن نحفظ الكلمات ومعانيها باللغة الإنجليزية. طيب نأخذ كلمة مثلا pertaining to sever. pertaining مرتبط ب أو متعلق ب، sever شديد، أعراض شديدة symptoms. rapid onset short course هذه طبعا نطلق عليها كلمة acute اللي قلنا معناها حاد أو شديد. طيب نأخذ كلمة مثلا atrophy اللي قلنا عليها تعني ضمور. wasting away يعني تلف أو شيء ضامر. ممكن إن إحنا نعتمد على المعنى أو على كلمة واحدة، مش ضروري إن أنا أكتب كل الكلمات الموجودة، ممكن أخذ كلمة واحدة تعتبر صحيحة، لأنه هنا معانا الفاصلة يعني عدة خيارات. طيب systemic يعني pertaining to the whole body مرتبط بالجهاز، الجهاز الجسم بشكل كامل. T, P, and R fluid in the tissues معانا هنا كلمة vital signs يعني علامات حيوية، مثلا temperature الألم pain and R هذه بعض العلامات الحيوية الموجودة التي تظهر مثلا قبل ظهور المرض، أو يستدل بها الطبيب على وجود بعض الأعراض أو الأشياء التي تؤشر لوجود مرض معين. كلمة مثلا إديما
تعني وجود تورم في الجسم بسبب احتباس السوائل فوليون ان ذا تيشوز، سوائل في أنسجة أو في أنسجة الجسم، هذه نطلق عليها إديمة. طيب long drawn out disease chronic يعني مزمن، ممكن أخذ كلمة long طويل ما يرادفه. pertaining to sudden، pertaining to sudden. طيب هنا paroxysmal يعني شيء متعلق بمرض يظهر بشكل مفاجئ أو بشكل فجائي. بعد ذلك نأخذ كلمة diagnosis يعني تشخيص. لتفسير كلمة diagnosis ممكن أن نحن نقول أنها identification of disease، تعريف بالمرض أو إعطاء معلومات وافية عن ماهية المرض. طيب ringing in the air، رنين أو طنين في الأذن، tinnitus أخذناها الكلمة من قبل. fagu sensation of not feeling well، malaise يعني الإحساس بالدوار أو الإحساس بعدم الراحة أو عدم الشعور بأنك متوعك أو أنك لست على ما يرام. vertigo sensation of turning around in space، المعذرة هنا vertigo يعني الدوار. malaise هنا تعني كلمة malaise مثل ما قلنا من قبل، malaise الانزعاج أو التوعك أو الضيق وليس الدوار، يعني الشعور بأنك تشعر بأنك لست على ما يرام. أما فرتيجو تعني، فرتيجو تعني تعني الشعور بالدوران أو الدوخة. sensation of turning around in space، space يعني في الفراغ أو في الفضاء. طيب أنوركسيا يعني loss of appetite، فقدان الشهية. symptom الأعراض أو العرض يعني perceived change in body or functions، تغير مسبق في الجسم أو في وظائف الجسم، هذه نسميها الأعراض أو المسبقات المرض. بعد ذلك نأتي إلى كلمة morbidity، morbidity وأخذناها في قسم الإحصائيات statistics، وتعني نسبة انتشار المرض في مكان معين. statistic pertaining إحصائيات متعلقة أو مرتبطة ب being diseased بالمرض أو كون الشخص مريض أو نسبة انتشار المرض في منطقة معينة. بعد ذلك palliative يعني pertaining to relief، طبعا هذه الكلمة تعني مهدئ أو مخفف للمرض أو للعرض، مثلا مخفف للحمى، مخفف للصداع، ولا يعني بالضرورة أنه شفاء نهائي من المرض. pertaining to relief متعلق بحالة استرخاء أو راحة. of symptoms من الأعراض، أعراض الحمى أو أعراض مثلا الشعور مثلا بالتهاب معين أو بحكة أو مثلا بضيق في النفس. not cure وليس بالضرورة أن يكون معالج، فقط هو مهدئ، مثلا البنادول، الباراسيتامول، مثلا مخففات الحرارة، مخففات الصداع. fever الحمى أخذنا كلمة fever بعدة كلمات من قبل. نأتي الآن إلى نهاية الصفحة، مثلا هذه الكلمات قلنا الكلمات مهمة جدا، الكلمة ومعناها داخلة معكم في الامتحان النهائي إن شاء الله في الخاصة بالوحدة السابعة. نعطيكم الآن مراجعة سريعة للصفحة الأولى لأنها تعتبر أهم جزء في الوحدة السابعة. في هذا الجزء سوف نعطيكم كمراجعة سريعة
للوحدة السابعة. طبعا احنا قلنا الصفحة الأولى والملحق النهائي أو الأخير كالمراجع الخاص بالكتاب الخاص بالوحدة السابعة، هذه الجزئين هم الجزئين المهمين لكم اللي مهم الامتحان النهائي. معانا كمراجعة Science, Qualifiers, Word Parts, Symptoms, Treatments, Diagnosis و Statistics. هذه طبعا الكلمات وملحقاتها، الكلمات المهمة معكم هنا الكلمات بدون معنى. طبعا المعنى من فين نأخذه؟ من نهاية الكتاب الملحق الخاص بمراجعة الوحدة السابعة، الكلمة ومعناها اللي شرحناه قبل قليل. وهذا الجزء انتهينا من الوحدة السابعة